بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، لكم تحياتي. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي لغات مع lesson 2 في unit 1 اللي هي النانو تكنولوجي. هنبدأ بالquestions اللي هي مكتوب لك فيها answer them. طبعا احنا اتفقنا هنحل مع بعض أسئلة المعاصر. أول سؤال بيقول لي choose the correct answer. بيقول لي the reason of the new unique properties of the nano substances is the very large ratio between mean and volume. طبعا هنا بنجيب ratio دايما بين surface area and volume. يبقى الانسر هتكون هنا يا شباب هي surface area. طيب نيجي نتكلم على اللي بعد كده. All the following are one dimensional nano substances except هل thin films ولا nano wires ولا nano fibers ولا nano shell؟ طبعا الانسر nano shell. ليه؟ لأن النانو شال من الثري دايمنشنال نانو سابستنسز. نمبر 3 بيقول لي from the two dimensional nano substances is or are هل الكربون نانو تيوبس ولا الباكي بول ولا النانو شال ولا النانو فايبرز؟ طبعا الانسر هتكون كربون نانو تيوبس، لأن الكربون نانو تيوبس من التو دايمنشنال، أما الباقيين الباكي بول من الثري والنانو فايبر من الون والنانو شال من الثري دايمنشنال. نمبر 4 we use space as a carrier for a medicine in the body. هل النانو شيل ولا النانو سيليكون ولا الباكي بول سي 60 ولا no correct answer؟ طبعا باكي بول سي 60. From the applications of nanotechnology in the environmental field. هل الوايرلس نانو ديفايسز ولا النانو فلترز ولا الهيدروجين فيول سيل ولا الديرت ريموفينج تكستايل؟ طبعا الوايرلس نانو ديفايسز ده في مجال الكوميونيكيشن، الهيدروجين فيول سيل في مجال الانرجي، ديرت ريموفينج تكستايل اللي هو التكستايل او النسيج اللي هو مش بيلتصق فيه اي ديرتس، وده في مجال الاندستري. يبقى هنا مين؟ نانو فلترز، عشان اعمل بيها فلتريشن للبولوشن في الووتر او البولوشن اللي في الاير. تعال نشوف السؤال اللي بعد. طبعا احنا ما عندناش في السنه دي سؤال جيفريزن، بس الأسئلة النظرية والنمطية دورها إن هي بتأكد فهمك للمعلومة. هنقولها مع بعض كده سريعا. بيقول لي نانو is a unique scale. هقوله ليه؟ because the properties of the substance changes than that in the macro scale or micro scale. ليه ال color of gold changes when the dimensions of its particles change from macro scale to nano scale؟ اتفقنا لأن ال interaction مع light بيتشينج، so the color it changes. نمبر 3 بيقول لي carbon nanotubes are stronger than steel. stronger ليه؟ لان عندها ال powerful bonding between المولكيولز بتاعتها. طب الباقي بول ليه donated by C60؟ لان هي consists of 60 carbon atom. طيب بعد كده بيقول لي nanotechnology may violate the principle of equality. قلنا يا ولاد ال principle of equality، وهي كلمة violate يعني against يعني ضد مبدأ العدالة. هقول هنا لأن عندي اللي هي في some countries عندها النانو تكنولوجي، وفي countries تانية اللي هي developed ما بيكونش عندها التكنولوجي دي، فبالتالي بيعمل حاجة اسمها unequal أو unequality في distribution of the wealth، اللي هو عدم التوزيع العادل للثروة between countries. طيب السؤال نمبر 3 بيقول لي what are the results of reducing the volume of gold particles to the nano. اتفقنا ايه اللي بيحصل؟ بقول ان الرياكشن with light it changes so its color it changes. كم color؟ ممكن يكون red، ممكن يكون orange، ممكن يكون blue، ممكن يكون green. طيب reducing the volume of copper particles، الكوبر particles بتكون more harder than the normal copper. طيب penetrating the very minute nano particles to the cell membranes of the skin then to the body. قلنا بيعمل حاجة اسمها health problems. طيب تعالوا نتكلم على multiple choices أو multiple choice questions. أول حاجة الجزء على prefixes. بيقول لي what is the value of 0.03 second in nanosecond. زي ما علمتك في الفيديو بتاع prefixes بعمل إيه؟ قلت لك هي في الأصل مسألة ratio، فبقول الأول على التاني. يعني أنا عايز أقول 0.03 second equal كام nanosecond. عندك حاجة من اتنين، يا إما تقول الأول على التاني يعني 0.03 divided 10 power negative 9، بالكالكليرة تخلصها لك يطلع لك 10 power 7 3 times 10 power 7
3 times 10 power 7. طيب بيقول لي which of the following substances has larger mass. larger mass احسبها ازاي؟ بيقول لي 1000 milligram of gold و 1 kilogram of rice و 10,000 gram of meat و 10,000 milligram of feather. الفيذر اللي هو الريش. طيب 1000 milligram عشان احول من milligram لجرام هقول times 10 power negative 3. 10 power negative 3 مع 1000 هيطيروا مع بعض هيبقى لي 1 جرام، يبقى ده 1 جرام جولد. 1 كيلو جرام equal 1000 جرام، يبقى الاولانيه جرام والثانيه 1000، الثانيه 10,000 جرام، الاخيره بقى 10,000 ملي جرام. لسه قايلين ان الملي ده يعني 10 باور نيجاتيف 3 هيطير 3 زيروز من الرقم ده هيبقى لي 10، يبقى ده 10 جرام. مين الرقم الاكبر؟ اكيد ال 10,000 جرام اوف ميت. السؤال نمبر 3 بيقول لي the amount 0.398 متر equals هل 398 ملي متر ولا 3.98 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ملي متر ولا 3.98 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ملي متر ولا 0.0398 ملي متر. بص يا حبي، اولا هنا عندك كل التشويسز بالملي متر، لكن السؤال اصلا بالمتر. كل اللي هعمله ان انا احول المتر لملي متر. مين اكبر، المتر ولا الملي متر؟ طبعا المتر اكبر، يبقى المتر لملي متر هقول تايمز 10 باور 3. يعني لما اقول تايمز 10 باور 3 فيطلع لي الناتج 398 ملي متر اللي هي لتر A. What is the value of 15.7 ملي of a liquid in nanoliters؟ طبعا مسألة سهلة جدا، الملي عايز اخليها نانو. هنا الملي دي يعني 10 باور نيجاتيف 3، يبقى 15.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد باي النانو ده كام؟ 10 باور نيجاتيف 9. لما تخلصها بالكالكليتر تطلع لك 1.57 تايمز 10 باور 7. واحد يقول لي مستر ما طلعتش معايا كده، امال طلعت معاك ازاي يا امور؟ قال لي طلعت معايا 15.7 تايمز 10 باور 6. هقول لك يا حبي، ما انت لو عملت رحلت البوينت رقم يزود الباور 1، يعني 15.7 اوكي هي هياها 1.57 تايمز 10، فال 10 دي تزود الباور 1، يعني الرقم ده 1.57 تايمز 10 باور 7 هي هياها 15.7 تايمز 10 باور 6. طيب which of the following pairs masses is equal؟ مين البير الايكوال؟ هعمل ايه؟ عندك طريقتين. هنا بيقول لي كلهم طبعا بالجرام، او يعني هحولهم لجرامز، فهنا المايكروجرام ايكوال 10 باور نيجاتيف 6 والنانو جرام 10 باور نيجاتيف 9. لو طلع نفس الاماونت يبقى دولت ايكوال. او اعمل طريقه ثانيه، اقول الاول اوفر الثاني مع التحويل طبعا، يعني اقول 10 باور 2 ملي جرام المايكروجرام ده يعني 10 باور نيجاتيف 6 ديفايدد 10 باور 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 اللي هي النانو. يعني لو طلع الريشيو ايكوال 1 يبقى الرقمين بيساووا بعض. فده هيتحقق فين؟ ده هيتحقق في اللتر دي. عندي هنا 10 باور 2 ميجا مايكروجرام، مايكرو يعني 10 باور نيجاتيف 6 ديفايدد 0.1 ملي جرام. يبقى اقول كده احسب، هات الكالكوليتر بتاعتك ومعايا واكتب كده 10 باور 2 times 10 power negative 6 divided 0.1 times 10 power negative 3 يطلع الناتج 1. طالما الناتج equal 1 يبقى اللي فوق equal اللي تحت، يبقى الاثنين equal لبعض. The opposite figure shows a graduated cylinder. What is the suitable measuring unit which is used to measure the volumes in the graduated cylinder؟ أفكرك يا حبي، قلنا إن الميجرنج يونت يا إما تكون ليتر او ملي او كيوبيك سنتيمتر. وخلي بالك ان الملي هو 1 كيوبيك سنتيمتر، يعني الكيوبيك سنتيمتر هو هي الملي، والليتر فيه 1000 ملي او فيه 1000 كيوبيك سنتيمتر. طبعا ملي متر باور 2 دي اريا اصلا، وملي متر باور 3 لا، وسنتيمتر باور 2 دي اريا برضو، يبقى هنا اليونت سنتيمتر كيوبيك. طيب the smallest fundamental building unit، اصغر يونت في الماتر هي المولكيول. سأل رابعة ابتدائي which of the letters which are illustrated on the opposite figure represents the critical nano volume of the particles of a nano substance. بص يا ولدي، هنا عندك relation ما بين مين ومين؟ ما بين ال hardness وما بين ال volume بالنانومتر كيوبيك. طيب هنا يا ولاد احنا اتفقنا ان كل ال volume ما يقل، يعني اكسر او استخدم النانو scale، الهاردنس بتزيد. فهنا يا ولاد الفوليوم هنا كونستانت، احنا اتفقنا ان الكونستانت زي الكونست هنا سوري الفوليوم هنا كونستانت،
الاريا او البوينت اللي بيحصل عندها انكريز في الهاردنس هي ديت الكريتيكال نانو فوليوم. فعند السي الفوليوم هو اللي عند الدي، تاني عند الدي والسي هو نفس الفوليوم. اوكي سوري، هنا عندي السي هنا فوليوم قليل، السي هنا نفس الفوليوم، ده الفوليوم بتاع السي سوري، وده الفوليوم بتاع الدي. طبعا الدي ليها فوليوم اكبر من السي. الفوليوم اللي بيبدأ عنده الهاردنس تزيد هو السي، فهنا عندي بقول ان البوينت اللي بيزيد عندها الهاردنس هي ديت الكريتيكال نانو فوليوم. ليه؟ لان كل الفوليوم ما يكون صغير بتاع البارتيكل، يعني اخد يكون نانو سكيل، يبدأ الهاردنس تزيد زي ما بيحصل في مين؟ زي ما بيحصل في الكابر. فعند السي بتزيد الهاردنس، فبالتالي بقول ان ده الكريتيكال نانو فوليوم. الاجابه لتر سي. الاوبزيت فيجرز ريبريزنت 3 سامبلز اوف ذا سيم سبستانس. The mass of each of them is 50 gram when they were dissolved in water. Each individually, كل واحد لوحده at room temperature. It is found that the rate of dissolution of the sample C is the lowest. ليه بقى؟ احنا اتفقنا اخدنا دي في ثالثه اعدادي، قلنا ان as the surface area increases ان the speed of solution او dissolving increases. هنا الC عنده اقل surface area لان هو 1 كيوب، لكن البي ده كام كيوب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، دولت 8 كيوبس. 8 كيوبس يعني السيرفس اريا اكبر. بص كده الاريا دي زادت، الاريا دي زادت، والاريا دي والاريا اللي ورا، فهي زادت. اللي جنبها كام؟ بص كده 1 2 3 1 2 3 3 تايمز 3 ايكوال 9، وعندك كام رو وراها؟ 3. يعني ده 27 كيوب، 27 كيوب، والفوليوم ثابت. يعني اللينث ده 1، اللينث ده 1، واللينث ده 1. ده معناه ان الفوليوم ثابت لكن السيرفيس اريا بتزيد. فالايه ده اكبر سيرفيس اريا، فده الفاستست في الديزولفنج. الايه العكس، اقل سيرفيس اريا، فبالتالي بيكون الديزولفنج بتاعه سلو. فهنا الاجابه هتكون its surface area is smaller. طيب to describe as a nano substance او a nano particle, this particle should هل be unidimensional ولا has the length and width which are measured in nano scale ولا has length width and height و او has at least one nano dimension. السؤال ده من الاسئله اللي الطلبه معظمها بتقع فيه للاسف. بيقول لي بي يوني دايمنشنال، كلمه يوني معناها 1، هل هو يوني دايمنشنال؟ لا طبعا مش شرط، ممكن يكون عندي 2 دايمنشنال او 3 دايمنشنال. ده بيقول لي has length and width which are measured in nano. احنا عندنا ال1 دايمنشنال ليها length واحد بس نانو، يعني ليها دايمنشن واحد بس صغير، يعني مش شرط اللينث والويتس مع بعض. هاز لينث ويتس اند هايت، اي سبستانس كبيره صغيره ليها الثري دايمنشنز. هاز ات ليست وان نانو دايمنشن، الاجابه دي مور اكيوريت. ليه؟ لما اقول ان عنده على الاقل دايمنشن نانو، يعني دايمنشن صغير جدا، يبقى احكم عليه ان هو نانو. يعني لو عنده دايمنشن واحد تكون وان دايمنشنال نانو سبستانس، عنده تو نانو دايمنشنز يبقى اسميه تو دايمنشنال نانو سبستانس، عنده 3 small dimensions يعني 3 نانو سكيل اقل من 100 نانو متر يبقى ده بسميها 3 dimensional. يبقى الاجابه letter D has at least 1 نانو dimension. carbon and tubes are stronger than both steel و diamond ولا copper و diamond ولا lead and diamond ولا steel and copper. طبعا كل الناس بتقول لك يا معلم steel and diamond. ليه يا حبيبي؟ احنا هنا الكومبير ما بين الكربون نانو تيوبس والستيل كان في الهاردنس، لكن مع الدايموند كان في الكونكشن اوف هيت، لكن كلمه هاردنس جت مع اتنين، مع الستيل ومع الكابر. يبقى هنا ستيل اند كابر. الاجابه لتر دي. طيب 12 why it's preferred to use carbon nanotubes as catalysts. كلمه كاتاليست يعني هيلبر، حاجه بتزود الرياكشن ان كيميكال اندستريز. هل their surface is very large ولا they are prepared from active carbon atoms ولا they contain strong covalent bonds ولا their shape is cylindrical. طبعا هنا انت عايز reaction سريع، يبقى عايز surface area كبيرة. يبقى الإجابة their surface area is very large. اللي قدام منك ديت مين؟ اللي قدام مني ديت باكي بول. الباكي بول نوعها ايه؟ من 3 نانو dimensions او من 3 dimensional نانو substance. ده معناه ان 3 dimensions اللي حالتها بيكونوا less than 100 نانومتر. طيب مين في دولة التشويس الصح؟ length width و height. خلي بالك الاختيار كده length width و height، امشي من كده لفوق لتحت، بدور على الابعاد اللي هي less than 100 نانومتر. طبعا واضحة جدا في letter C ده كده 86 94 و 91.
طيب one of the uses of the three dimensional nanosubstance is to help manufacturing nanorobots ولا target the infected cell with proper medicine ان انا اوجه الميديسن مباشرة للخلية العيانة والمريضة ولا target crawling insects احارب بيها الحشرات الزاحفة manufacture of geological scanners اعمل بيها كواشف كده بيقول لي السيرفس بتاع الارض ايه المينرز او المعادن اللي تحت منه. طبعا هنا الثري دايمنشنال خدنا فيها الباكي بول وهي كانت دورها تشتغل كدليفري للميديسن للانفكتد سيل، يبقى الانسر ليتر بي اللي هي تارجت دي انفكتد سيلز وذ بروبر ميديسنز. نمبر 15 بيقول نانو بارتكلز which are covered with gold are used in the treatment of visual impairment ولا athlete's foot ولا breast cancer ولا round worm. هنا ميجي يقول لي اللي هي covered with gold، احنا خدنا الجولد دي فين؟ قال لك كده افتكر الدكتور مصطفى السيد كان بيستخدم نانو جولد، كان بيستخدمه في علاج ايه؟ الكانسر، اي نوع كانسر بقى. وفي عندك معلومه يا اولاد مكتوبه في الكتاب بيقول لك ان النانو شيل بتتكون من جولد سوري بتتكون من كور وهي من بره بيكون ليها سيرفس وفي الغالب بيكون ميتاليك وفي الغالب بيكون الجولد. ليه الجولد يخش اسلط عليه ليزر راي يعمل ابزورب للهيت بتاعت الليزر راي يسخن يولع في الكارسينوجينيك يلا في 60 داهيه بالسلامه مش عايزين جوه الجسم. يبقى هنا اتكلم على البريست كانسر سرطان الثدي. طيب نمبر 16 بيقول لي ذا مين ديفرنس بتوين ذا نانو تولز او ديفايسز اند ذا ميجرمنت تولز which are used in school labs are هل السايز والميجرنج يونت ولا الاودر والتكستشر الملمس بتاعها ولا لينث والاودر ولا الفريزنج اند ميلتنج بوينتس. طبعا هنا الاجابه واضحه جدا السايز اند ذا ميجرنج يونتس. طيب بيقول لي بقى هنا في الاس كويستشنز بيقول لي نمبر 17 بيقول لي there are five different physical quantities 2 متر كيوبيك half جرام half كيلوغرام 600 سنتيمتر باور 2 20 مليمتر. بيقول لي use the scientific sense احساسك العلمي يا معلم to determine the suitable choice for each of the following. ولو تفتكر لما جيت اشرح لك الليسن ده قلت لك واحد دخل محل ذهب وقال له من فضلك اديني جولدن رينج 10 كيلو، واحد تاني راح سوق العبور يقول لي من فضلك عايز 2 جرام مانجا. طبعا الكلام ده كله اللوجيك، فهنا بيقول لك استخدم اللوجيك سنس. يعني ايه؟ يعني انت بتحل مساله وطلع الهايت بتاع بيرسون مثلا 50 كيلومتر، طبعا الكلام ده مش حقيقي لوجيكالي مش صح، او الديستنس بين كاي واليكس مثلا 2 سنتيمتر، ازاي يا ابني انت رايح فين؟ او تطلع ماس شخص مثلا ب 100 طن، طبعا الكلام ده مش لوجيك مش منطقي. طيب بيقول لي ذا ماس اوف ا سمول بيبر كليب، البيبر كليب الدبوس ده حاجه تقيله ولا خفيفه؟ حاجه خفيفه جدا، فاخد اقل ماس اللي هي مين؟ هاف جرام نص جرام. اللينث اوف ا سمول بيبر كليب، البيبر كليب ما زلنا معاه الدبوس ده بتاع الورق حاجه طولها قليل جدا يبقى بالملي بهنا 20 مليمتر. نمبر 3 بيقول لي ذا فوليوم اوف ذا فريزر ان ذا فريجريتور، طبعا الفريزر حاجه كبيره شويه يبقى ميجرد ب الكيوبيك متر، ولو خدت بالك على فكره اليونت الوحيده هنا بتاعت فوليوم هي 2 متر كيوبيك. طيب السيرفيس اريا اوف ا بوك كفر، البوك اخره في الاخر ايه يعني؟ اخره مثلا 20 تايم 30 سنتيمتر لما تضربهم في بعض يطلع لك كام؟ 600 سنتيمتر باور 2، واليونت الوحيده هنا بتاعت الاريا برضو هي 600 سنتيمتر سكوير، يبقى هنا دي اللي ينفع تكون سيرفيس اريا لكتاب الساينس. ذا ماس اوف ا جام جار، انت عندك برطمان مربى الماس بتاعته كام؟ هاف كيلو نص كيلو. شوف بقى اللي جاي calculate the produced quantities of converting. بص يا حب 1.445 متر تو كيلومتر، المتر للكيلومتر طبعا دي تحويله واحده، المتر اصغر من الكيلومتر يبقى الباور هيكون نيجاتيف، يبقى هنا كل اللي هعمله ان انا هقول الرقم ده تايمز 10 باور نيجاتيف 3، بهنا 1.445 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. نمبر 2 2.41 سنتيمتر تو متر، السنتيمتر ده يعني 10 باور نيجاتيف 2، اما المتر انا عايز احول اليه فكل اللي هقوله 2.41 واشيل سنتيمتر واحط 10 باور نيجاتيف 2 يطلع ده الرقم. طيب نمبر 3 بيقول لي
235.3 متر تو ملي متر. المتر اكبر من المليمتر، يبقى هنا من المتر للمليمتر هقول تايمز 10 باور 3، يطلع الرقم 2.35.3 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 3، اللي تطلع في الاخر ايكوال 235.3 تايمز 10 باور 3. على فكره المساله ديت ممكن تتعدل ازاي؟ يعني قلت لك هنا انا ممكن احرك البوينت دي، احركها رقمين بحيث ان يكون في رقم واحد بس قبل البوينت، يعني تطلع 2.353 كده. انا رحلت البوينت كام رقم؟ رقمين، يبقى ازود الباور 2. يعني الرقم ده ينفع يقول 2.353 تايمز 10 باور 5، تمام؟ عشان بس الايه، احيانا في المساله مديك التشويسز مختلفه عن الكالكليتور، فانت لازم تتعلم، ده شغل ماث طبعا. طب يا مستر انت هنا ليه انت في الاول وانت بتشرح قلت تايمز 10 باور 3 على طول وانت هنا كاتب كده؟ افكرك، قلت لك الكونفرتنج ده هو مجرد ريشيو. ريشيو يعني ايه؟ يعني قول الاول على التاني. الاول ده كام؟ 2.235.3 متر لمليمتر. المتر ده يبقى هو نيميريتور، والملي ده يبقى تحت، يبقى هنا ديفايد 10 باور نيجاتيف 3 بس. ولما اقول لك ديفايد 10 باور نيجاتيف 3 هي هياها تايمز 10 باور 3، وانتوا احسن مني في الماث. نمبر 4 بيقول لي 903.3 نانومتر للميكرومتر. طيب بص كده، مين اكبر؟ المايكرو طبعا، النانو اصغر من المايكرو. لما احول من صغير لكبير هقول تايمز باور بالنيجاتيف. طيب نبداها بالاول، نانومتر ده يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 9، يبقى هقول 903.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 9. التاني يبقى تحت ديفايدد المايكرو 10 باور نيجاتيف 6، تطلع في الاخر كام؟ 903.3 تايمز 10 باور 3. طيب ممكن تتعدل عن كده؟ اه ممكن تتعدل عن كده. ازاي؟ بالكالكليتور ده ممكن يطلع لك 0.903 على فكره، تمام؟ يعني هو كان دي لما رحل البوينت دي ثلاث ارقام، يعني 1000، ال 1000 يعني 10 باور 3، 10 باور 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 هيطلعوا مع بعض يبقى لك 0.9033، تمام؟ لكن هي كده طلع شغاله يعني. طيب نمبر 5 بيقول لي 8.43 سنتيمتر 2 مليمتر. السنت يعني كام؟ يعني 10 باور نيجاتيف 2، يبقى الرقم اللي عندي ده تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ديفايدد الملي يعني 10 باور نيجاتيف 3. طبعا بالكالكليور تطلعها لك كام؟ هطلع لك 84.3، ماشي؟ هي ممكن تطلع 8.43 تايمز 10، يبقى هي في الاخر تطلع 84.3. طيب نمبر 6 بيقول لي 294.5 نانومتر تو سنتيمتر. قلنا شيل النانو دي واحط مكانها ايه؟ اشيل النانو واحط 10 باور نيجاتيف 9، سوري دي 9 نيجاتيف 9، اوكي نيجاتيف 9، نغيرها بسرعه كده، ده كده نيجاتيف 9، اوكي نيجاتيف 9، وبعد كده ديفايدد السنتيمتر 10 باور نيجاتيف 2، تطلع فوق تبقى 10 باور نيجاتيف 7، تمام التمام. وده كده المساله معدوله صح، بس ال 6 كانت مكتوبه، ال 9 كانت مكتوبه 6. طيب يبقى احنا كده نطلع في الاخر يا اولاد كام؟ نمبر 6 طلع لي 294.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. او ممكن ارحل البوينت دي برضو شغل ماث يا شباب، ارحل البوينت دي كده رقمين، يعني 100 او 10 باور 2، تطلع لي في الاخر 2.945 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، لان ال 10 باور 2 هتنقص دول 2 او سبتها كده تمام التمام. بيقول لي a doctor has prescribed 0.125 جرام of ampicillin for a patient، كاتب مضاد حيوي للمريض. قال لي if each 5 مللي of the ampicillin syrup medication contains 250 مللي جرام of ampicillin calculate the volume which is required for the patient. طيب انا عايز احضر علاج، هجيب بقى هنا ايه ريليشن ما بين السيرب وما بين الافكتيف سبستنس اللي هو الامسلين. يعني هنا بيقول لي ان كل 5 مللي كونتينز كام؟ 250 مللي جرام، يبقى هنا اكس اللي هو الفوليوم بتاع المادس اللي انا عايزه كونتينز الرقم اللي هو 1.25 تايمز 10 باور نيجاتيف باور 3. ليه يا مستر عملت كده؟ كل اللي انا عملته ان انا حولت الماس اللي فوق دي لملي جرام، يعني هنا ال 0.125 ماشي الجرام دي عشان اخليها ملي جرام تايمز كام؟ تايمز 10 باور 3، اوكي؟
اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن كده يطلع لك في الاخر الاكس ايكوال كام 2.5. تطلع الاكس بكام يا شباب؟ 2.5. اوكي تمام يا شباب كده. بس خد بالك ان المفروض دي 0.125، احنا لازم نعدل ديت نخليها كام 0.25. نعدل بس دي كده. اوكي هنجيب المسألة دي ونخلي دي بس كام، احط بس بوينت، نشد دي كده تمام، نكتب كنترول اس ونعمل كده from the current slide. يلا بسرعة كده هنجيب ريليشن بين السيرب وما بين الافكتيف سبستنس. وهنا كل 5 مللي بيكونتين 250 مللي جرام. طيب هعمل ايه؟ يبقى انا عايز اجيب الفوليوم اللي بيحتوي على 0.125 جرام. قلنا هحول الجرام اللي هنا ده لملي جرام، الجرام اكبر من الملي جرام، يبقى عشان اخلي الجرام ملي يبقى تايمز 10 باور 3، يبقى هنا يطلع في الاخر الاكس ايكوال 2.5 ملي. تمام عشان بس يبقاش ايه البوينت دي تعكلنا الدنيا، لكن هي الاجابه صح 2.5 ملي، بس احنا كنا ناسيين البوينت بس. طيب هنا بيقول لي study the opposite graph then answer the following: what is the relation between the melting points of nano substance and their particles radii؟ ونمبر 2 بيقول لي which is higher the melting point of silver particles in macro scale ولا in nano scale؟ بص كده واضح جدا ان هنا as the nano particles radius بيحصل له هنا كل ما بيزيد بلاقي هنا ان الملتنج بوينت بتزيد، الملتنج بوينت مالها بتزيد. يبقى هنا بيقول لي الملتنج بوينت decreases by decreasing the radius. تاني ولاد هنا الراديوس لما كان بيزيد اوكي ده معناه ان الميلتنج بوينت بتزيد، يبقى الراديوس لو قل الميلتنج بوينت بتقل. يبقى هنا ولاد الريليشن هقول ذا ميلتنج بوينت ديكريزز باي ديكريزنج ذا راديوس. بص كده الراديوس هنا اكبر راديوس هنا كام 11، ده الميلتنج بوينت بتاعته. اوكي طيب تعال هات الفايف اللي هو الاقل تلاقي الميلتنج بوينت اقل، طب هات الراديوس اللي هو 1.5 مثلا هتلاقي اقل. فهنا الريليشن دايركت الميلتنج بوينت بتديكريز by decreasing the radius. طيب which is higher في melting point silver particles في الماكرو سكيل ولا النانو سكيل؟ احنا لسه قايلين كل ما زود الراديوس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل increase للmelting point، يبقى الماكرو اكبر من النانو، يبقى الميلتنج بوينت هتكون اكبر. هنا the melting point is higher in macro scale than nano scale. ليه؟ according to relation دي. هنا الراديوس لما كان بيزيد الميلتنج بوينت كانت بتزيد، والعكس صحيح الريدس لما كان بيقل يبقى اللي هنا الميلتنج بوينت هتقل. الماكرو اكبر في السايز من النانو، فبالتالي كون الماكرو عنده ميلتنج بوينت اعلى. طيب بيقول لي the opposite figure represents two types of gold rings، رينج A red ماشي while ring B is golden. طيب what is the scientific explanation؟ ليه اللون اتغير؟ احنا اتفقنا يا شباب ان هنا في النانو سكيل ايه اللي بيحصل؟ الرياكشن بتاع الجولد مع اللايت بيتغير فالكالر بيتغير. يبقى هنا because it's made of nano gold in which the ratio between the surface area and the volume is very large so its color changes from yellow to red. ليه؟ due to changing the interaction of gold with light. طيب بص بقى السؤال ده بيقول لي the following table shows the three dimensions of four different substances w x y وz، مديك length width و height لكل واحده فيهم. بيقول لي mention the symbol of the substance which is not a nano substance. not a nano substance معناها ان الدايمنشنز بتاعتها كلها ما هياش اكبر من 100 نانومتر، مور ذان 100 نانومتر. طبعا النانو ده يعني 10 باور نيجاتيف كام؟ 10 باور نيجاتيف 9. هتلاقي هنا ده نيجاتيف 8 اكبر طبعا من نيجاتيف 9، وده نيجاتيف 4 يعني اكبر من نيجاتيف 9، ونيجاتيف 3 كذلك اكبر. يبقى هنا السبستنس نمبر دبليو دي ما هياش نانو. ليه؟ لان الدايمنشنز بتاعتها كلها مور ذان 100 نانومتر. طيب انا عايز 3 دايمنشنال نانو سبستنس. تعالى يا ابني نانو دايمنشنال يعني الثلاثه بيكونوا لس ذان 100 نانومتر. وركز بقى هنا الانسر هتكون لتر اكس. اشمعنى بقى يا مستر؟ ده هنا ما فيش ولا واحده فيهم نيجاتيف 9، ازاي ديت 3 دايمنشنال؟ هقول لك بص يا قمر
اولا هنا ديت 111، كل اللي هعمله ان انا هحرك البوينت دي رقمين، الرقمين ديت يعني كام؟ يعني 100، يعني 10 باور 2، 10 باور 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تنزل ل 9، بعدين نيجاتيف 9 كده بقى 2، يطلع 1.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 نانو. ده كده ايه؟ نانومتر، او ده كده نانو سكيل، او اقل من 100 نانومتر. تعالى دي برضو 201 تايمز 10 باور نيجاتيف 10، كل اللي هعمله هجي هقول ال 200 دي لو انا قلتها 20.1 تطلع تايمز 10 باور نيجاتيف 9، تمام؟ يعني هحط البوينت بس بعد ال 20، بعد ال 20 كده انت حطيت بوينت هنا، فبالتالي تزود الباور 1. الباور 1 يعني 10، 10 ده معناه ال 10 تنقص النيجاتيف 10 ب 1 يطلع 20.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9. نفس الكلام هنا هعمل ايه؟ هنا ده نيجاتيف 12، لو انا جبت البوينت رحلتها 1 2 3 يبقى 3.3322، يبقى كده هترحل لي ده البوينت دي تنقصها 3 طيب تايمز 10 باور نيجاتيف 9، يبقى الثلاثه دول يبقى هنا ايه؟ الثلاثه اقل من 100 نانومتر، يبقى تعتبر من 3 دايمنشنال. طب 1 دايمنشنال، ال 1 دايمنشنال يعني عندها واحد بس بيكون less than 100 نانومتر، طبعا دي في مين؟ في ليتر زد. ليه؟ لو اخدت بالك ده النيجاتيف 7 اكبر بكتير من النانو، ونيجاتيف 6 اكبر بكتير من النانو، عندي الوحيد بس اللي نانو دايمنشنال اقل من 100 نانومتر هو الويتس، فبالتالي الليتر زد تعتبر 1 دايمنشنال. طيب الكربون نانو تيوب، هو الكربون نانو تيوب ده ايه؟ الكربون نانو تيوب كان 2 دايمنشنال، يبقى انا بدور على سبستنس ال 2 دايمنشنز اللي عندها اقل من 100 نانومتر، طبعا واضحه جدا ان هي ليتر واي. ليه؟ ده كده النيجاتيف 5 ده السكيل الكبير، يبقى الوتس بتاعها كبير جدا. ليه؟ لان النيجاتيف 5 دي اكبر بكتير من نيجاتيف 9 اللي هي النانو. لكن تعالى على دي كده 17.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، ده كده 17 نانو، بقى اقل من 100. طب تعالى على دي زي ما علمتك، ال 21 هي معناها 2.1 تايمز 10 باور 1، 10 تخصم من هنا 1، يبقى هنا تطلع 2.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، فبالتالي عندي هنا اللينث والهايت اقل من 100 نانومتر، يبقى ده 2 دايمنشنال نانو سبستنس. الأخيرة بقى بيقول لي جولد نانو شيل، الجولد نانو شيل يعني 3 دايمنشنال، تبقى هي الإجابة لتر إكس. تعالى بقى على السؤال اللي بعده، بيقول لي الالوتروبي از ا كيميكال تيرم ويتش مينز اكزيستنس اوف وان إليمنت ان سيفرال ديفرنت كريستالاين فورمز ويتش ار سيميلر ان زير كيميكال كومبوزيشن والدايموند اند جرافايت ار تو اولد الالوتروبيز اوف كربون. كلمة الالوتروبيز يا ولاد يعني تقدر تقول بالمعنى البلدي توينز، توائم، يعني السبستنس الواحدة ليها أكتر من صورة مختلفين في الشكل لكن لهم نفس الكيميكال بروبرتيز. بيقول لي mention three allotropic forms أو allotropes that are considered new forms of carbon. كل الاستخدامات الكربون الجديدة اللي عندك قولها. عندنا إيه؟ عندي كربون نانو تيوب، عندي كربون نانو واير، عندي باكي بول سي 60، دول يعتبروا allotropes for carbon. كلمة allotropes يعني نفس التركيب بس الفانكشن أو البروبرتيز مختلفة، ده معنى كلمة allotropy في الكيمستري. طيب بيقول لي the opposite figure shows an elevator car which is suspended by the highest drop which is made of parallel steel خلاص which in turn is formed of strands each strand is has a diameter ranges between 6 to 11 millimeter. قال لي what is the future alternative of steel rope which is characterized by the following properties. قال لي much lighter than steel والديامتر بتاعه 60,000 نانومتر. هنا ايه الحاجة اللي بستخدمها كبيرفع الاليفيتور ده او السبيس شاتلز؟ طبعا الكربون نانو تيوبس، لان الكربون نانو تيوبس هاردر ولايتر دان ذا ستيل. اوكي طيب باكي بول كان بي يوزد ان ستورينج هيدروجين جاز ويتش از يوزد از فيول ان سام مودرن كارز واي از ا موليكولار موديل اوف باكي بول الليجابول يعني مناسب للستورينج الهيدروجين. احنا اتفقنا ان هي من جوه فاضيه هولو فممكن تخزن الهيدروجين جواها، يبقى الاجابه because the buckyball is hollow and allows to store hydrogen inside it. تاني الاستراكشر بتاعها هولو فبالتالي بيسمح ان انا اخزن جواها حاجه. تعال نتكلم عن الاكزام ده، بيقول لي a student wanted to identify the speed of the reaction of a concentrated acid with a known mass of zinc at 35 Celsius degree. So he prepared a container
of a concentrated acid and a glass beaker, what are other tools that are required for this experiment؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعرف السبيد بتاعت الرياكشن اوكي of a concentrated acid مع ماس من الزنك درجة الحرارة 35 اوكي. يبقى انا محتاج ايه تاني؟ طبعا محتاج بالانس عشان اقيس الماس، وستوب ووتش عشان اقيس التايم، ومحتاج ثرمومتر عشان اعين التمبريتشر. طيب بيقول لي which of the following choices represents graduated cylinder وبيوريت وبيبيت and the flask correctly. طبعا افكرك ان البيوريت طبعا graduated، الوحيدة graduated من اللي فين؟ graduated من up to down، graduated من up to down. يبقى هنا طبعا we use the titration. البيبيت على فكرة ممكن تكون graduated زيها اوكي. هنا الانسر بتاعت يا ولاد، طبعا هنا هقرأ الفانكشنز بتاعت اللي تحت كل واحدة، هيطلع الانسر هي letter D، ان الجراديويت سيلندر graduated from bottom to top من تحت لفوق. اما البيوريت use the titration process. البيبيت some are graduated وفي منها مش graduated. ليه يا مستر؟ يبقى عليها مارك واحدة بس يقول لي التوتال capacity. اما الفلاسك able to be heated لان هي مصنوعة من ال من البايركس، من البايركس جلاس. خلاص بقيت التشويسز فيها واحدة غلط، كل واحدة فيها واحدة غلط. طيب بيقول لي في السؤال نمبر 3 substances A and B which are illustrated in the opposite figure are nano substances. They are similar in being. طبعا ده يا ولاد ده الكربون تيوبس ودي مالتي لاير، ودي يعني الباكي بول، ومعروف ان هي فيها من فيها سي 60 او بتتكون من 60 كربون اتومز. هل هي 3 دايمنشنال نانو سبستنس؟ لا، لان دي 2، الكربون تيوبس 2 دايمنشنال. هل هي 2 دايمنشنال؟ لا، لان الباكي بول 3. هل هي مالتي وولد سبستنس ولا 1 دايمنشنال؟ طبعا الاجابه الاصح هي لتر سي اللي هي بتكون مالتي وولد سبستنس، ليها اكتر من طبقه فوق بعض. بيقول لي the volume of nano shell and the thickness of gold nano layer which covers the shell effect. effect بتأثر على ايه؟ طبعا بتغير في الكالر، والدليل ان الكالر بتاع الجولد بتغير من اليلو للريد او الاورنج او الجرين او البلو. طيب بص في نمبر 5 يقول لي two different shoes are dipped هغمسها in two dyes. One of them is colored by the dye، واحد هيدهو البهية أو الصبغة، and the other isn't as shown in the figure this explained by that. طبعا اتفقنا اللي مش بيلزق فيه حاجة اللي هو بيكون anti repellent أو بيكون self cleaning property، ده أكيد متغطي بنانو سبستنس. هل solution which is used in case A isn't nano، ولا solution used in case 2 is a nano، ولا the shoes أو the shoe is which is used in case 1 is made of plastic، ولا the shoe which is used in case 2 is covered with a stain repellent nano substance. طبعا الإجابة هتكون letter D، إن الشوز ده اللي ما ادهولش متغطي بطبقة من النانو substance، لأن هي بتكون stain repellent يعني بتطرد البقع من عليها أصلا أو مش بتدهول. طيب ده كده يا ولاد بيخطط، مخطط بيقول لي شكل محطة تنقية مية. الووتر بتخش على كورس فلتر يعني خشن بيشيل بقى ايه الساند والحاجات الكبيره، بعد كده يحصل سيدمنتيشن تانك بنرسب فيه الرمله، وفاين فلتر. فاين فلتر ده كلمه فاين يعني حاجه بتشيل الاشياء الدقيقه جدا. بعد كده بعمل بيوريفيكيشن بالكلورين، احط كلور، وبعد كده ريزرفوار خزان، وبعد كده ايه الناس تشرب منها. بيقول لي the main source of drinkable water in Egypt is the river of the Nile and to separate and dispose the particles of salt اللي هو الطوب والحصى والحاجات دي chemical substances and bacteria that exist in it. purification and treatment of water are carried out in several stages. بيتم الكلام ده على مراحل عديدة. illustrated in the opposite figure in which of these tanks the nanofibers احنا خدنا نانو فايبر يستخدم في الووتر فلترز، هل هي A ولا C؟ طبعا الإجابة letter C لأن هو fine حاجة دقيقة جدا، فعشان يشيل حاجة صغيرة جدا محتاج حاجة نانو. The quantity of oil in the opposite vessel equal، بص كده الفيزل كام؟ 500 كيوبيك سنتيمتر. طب هل هنا في كيوبيك سنتيمتر؟ لا، هعمل إيه؟ هبدأ أحول كل اليونتس دي، فهتلاقي هنا ال 500 دي سنتيمتر كيوبيك،
هتطلع ايه؟ هتطلع 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 متر كيوبيك. بعمل بقى تحويل واحول من كيوبيك سنتيمتر لمتر كيوبيك. خلاص خلي بالك ان السنتيمتر ده 10 باور نيجاتيف 2 عشان اخليه متر، واخليه في الاخر باور 3 الكل باور 3، يعني 10 باور نيجاتيف 2 الكل باور 3، فيطلع في الاخر 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 اوكي ده بالمليمتر بالمتر كيوبيك. All the following are branches of chemistry except هل الانفيرمنتال ولا الفارماكولوجي او الفارماكوتيكال ولا الويفز ولا الاتموسفيريك؟ طبعا الويفز عشان لها علاقه بالفيزياء. طيب the following dimensions are of a nano ceramic particles. طيب 320 نانومتر 135 نانومتر و40 نانومتر. This particle is a substance. احنا اتفقنا يا اولاد ان الدايمنشن لو اقل من 100 نانومتر ده يظهر فيها اليونيك نانو بروبرتيز. الرقم الاولاني اكبر من 100 والتاني اكبر من 100، ال40 ده هو اللي اقل من 100، يبقى عند دايمنشن واحد less than 100 نانومتر، يبقى ده تعتبر بسرعه كده برافو عليك one dimensional نانو سبستنس. بص بقى السؤال ده بيقول لك اميل انكلودز 19 جرام اوف بروتين و19 جرام اوف كربوهيدراتس و10 جرام من الفاتس. This meal provides a person with 240 كيلو كالوري. عدد السعرات الحرارية اللي بتطلع 240 كيلو كالوري. طيب if you know that each 1 gram of fat burns releasing 9 كيلو كالوري، يعني الجرام الواحد من الفات بيديك 9 كيلو كالوري. طيب what is the percentage of energy resulted from the fats؟ البرسنتج علمونا في الماث ان البرسنتج اي برسنتج بتساوي بارت على اول في 100. بارت يعني ايه؟ انت الواد ده كل كام جرام من الفاتس؟ كل 10 10 جرام، والواحد بس بيطلع كام كالوري؟ بيطلع 9 كيلو كالوري، يبقى العدد الكلي للكالوريز اللي هياخدها 10 تايمز 9 يطلع 90، يبقى هنا عندي 90 كيلو كالوري من الكل اللي هو كام؟ 240. واحنا قلنا مستر نور الامور قال ان البرسنتج ايكوال بارت على اول في 100، يعني ال 90 اللي هم كميه الكالوريز اللي هتطلع من ال 10 جرام من الفاتس divided الكل اللي هو 240 كيلو كالوري تايمز 100، تطلع الإجابة على طول بالكالكليتور ها برافو عليك 37.5%. بيقول لي the opposite figure shows two students in the chemistry lab each of them did a mistake which violates the safety and the security measures in the laboratories. Define the mistake of each of them. الفيرست بيعمل ايه؟ احنا شايفينه ماسك فيشة الكهرباء وايده ايه نكد عريانه، والتاني نازل شم في الكيميكال سبستنسز. ارجع يا مجنون شوف الفيرست عمل ايه. الفيرست مش لابس جلافز. طب السكند ايه المستيك بتاعته؟ ان هو بيعمل سميلنج للكيميكال سبستنسز which may be toxic، ممكن تكون سامه. فاحنا طبعا قلنا ان ما ينفعش ادوق او اشم اي سبستنس جوه اللاب الا باذن التيتشر طبعا، لان ممكن تكون توكسيك، ممكن تكون سامه اصلا والجازز اللي بتطلعها توكسيك جازز فيعمل لك health problems. طيب the opposite figure represents a section in earth rocks. The rocks V، فين الروكس V؟ اهي. قال لي الروكس V are layers of limestone. limestone ده هو الحجر الجيري كالسيوم كربونيت يعني. They are formed of tiny crystalline particles. كريستالات كده صغيرة. whose volume starts from 0.001 meter cubic. أو 1 times 10 power negative 3 meter cubic. What is the kind of integration between signs in the previous paragraph؟ طبعا بدل الصخور يبقى ده بالتالي وقال لي كالسيوم كربونيت اللي هو اللايمستون، يبقى ده integration ما بين الكيمستري والجيولوجي اللي هو علم الصخور. طيب نكمل بقى. بيقول لي The opposite figure represents the correct way to estimate the volume of a liquid in one of the measuring tools in lab. What is the volume of liquid? أبص كده أولاد باخد كده ال volume، باخد الكيرف ده باخده من تحت surface of the liquid بين جدا بين 30 و 40 في النص بالظبط، يبقى هنا ال volume equal 35 cubic centimeter. عرفت منين هي cubic centimeter؟ لأن الولايات مكتوبة فوق خالص أهي هي centimeter cubic. What is the name of this tool؟ بص كده هي graduated من تحت لفوق from bottom to up أو from down to up، فدي بسميها measuring cylinder أو graduated cylinder أو measuring cylinder. ليه؟ لأن هي
بت used to determine the volume of liquids وال graduation بتاعها from down to up. بيقول لي number 14 why are carbon nanotubes better than any other metal in manufacturing planes chases. طبعا ليه يا ولاد؟ لان هي hard و light، يعني الكربون نانوتيوبس دي harder و lighter، يعني هي صلبة جدا وفي نفس الوقت خفيفة. بيقول لي the following graph represents a change in the mass of bodies of the youth male و female by time. يعني هنا بتقدم العمر، هنا مثلا تلاقي الماس بتاعت البادي بتاعت كل واحد فيهم او المسلز بتقل او بتتغير بمعنى اصح. هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ هنا تلاقي ان الفيميلز بيحصل تغيير في الماس بتاعتهم. ليه التغيير؟ ليه؟ هنا تلاقي مثلا سنه 1980 مثلا الماس كانت هنا، قال لك as time passes بيحصل تغيير في الماس. ليه بيحصل تغيير في الماس؟ طبعا هنا مع التطور اللي احنا فيه والديفلوبمنت بستخدم الماشينز اللي بتديكريز الدان ايفورت باي هيومن، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان الماس بتاعت الاوبجكت تقريبا بتبقى ستاتيك او تبقى كونستنت، بدات تثبت اهيت ما بتزيدش، يعني المسلز شغل المسلز يبدا يقل اللي بستخدم الماشينز. فالجراف باين خالص هو ان الماس بتبدا تقريبا تبقى كونستنت، لكن قبل كده كانت الماس بتزيد، الماس اللي هي المسلز بتاعت العضلات يعني بتزيد لما بشتغل بايديا. لكن بدايه من سنه مثلا 2000 ل 2010 هتلاقي تقريبا الماس بتبقى ثابته خلاص، ما بيحصلش زياده في المسلز بمعنى اصح. فده معناه ايه او ايه السبب؟ ان انا بستخدم الماشينز due to the development، فبالتالي ال effort done by the human بيقل، فبالتالي الماس او المسلز بتقل. بعد كده اما يجي يقول لي the opposite figure represents what happens to the particles of dust which cover a glass surface painted with an invisible substance when water falls on it. What is the type of this invisible or transparent substance and what is the property which characterizes this substance. طبعا هنا الدست ما بيلزقش فيه زي ما احنا شايفين، وديت نانو سبستنس. طب ايه هي بقى؟ اسمها سيلف كليننج بروبرتي، بدي اسميها يا شباب سيلف كليننج بروبرتي. طيب قال لي viruses attack the intake cell through the protein which surrounds their membrane in the same way the scientists try to destroy the cancer cells by synthesizing a protein that combines with the membrane of these cells. يعني السرطان الخلية السرطانية أو الكارسينوجينيك سيل بلزق في البروتين بتاعها الحاجة اللي بحارب بيها خلاص، زي ما الدكتور مصطفى السيد قال لنا السنة اللي فاتت اللي هي زي النانو جولد مثلا. And then attacking them by nano units carrying the proper chemical substance to destroy these cells alone without affecting the other intake cells. What are the nano units that can be used for this purpose؟ ايه الحاجه اللي ممكن استخدمها ان هي توصل الدواء لحد الانفكتد سيل وتبدا تحاربها وتقتلها من غير ما تاثر على الباقي؟ طبعا النانو شل. ليه؟ ان هي من بره ميتال زي الجولد ومن جوه بتكون فاضيه بحملها بالمديسن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر نور الدين من قناه ان